شكرا للسي انوار، وكان رفيقنا وتنشكره، وكان في الحقيقه بدا كان في هذه المناسبه خصنا نديروا له تكريم، لانه هو الصوت ديالو على هذا، وهو من الناس اللي رافقونا وعنده مقاربه ترافعيه، ولو انه هو داخل وزاره ولا تنحييه من هذا المنبر. وتنشكروا الاخوان والاخوات وجميع الاطر وجميع الناس اللي شرفوا على هذا اليوم. نعم. وتنشكر السي نعم. غتسمح لي نكون اقطاعي، غادي نقاطعك وغادي نعيط لك تجي لعندنا وتعطي واحد الكادو للسي انوار. شكرا.